ونستغلها فرصة ندعو كافة مكونات الشرعية العسكرية والسياسية للعمل بروح الفريق الواحد والاصطفاف الوطني لمحاربة ميليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية. لابد أن نكون فريق واحد ويد واحدة، والجميع يؤدي جهد كبير يشكر عليه في كل الجبهات وفي كل القطاعات، وهذا ما نأكده للجميع أننا يد واحدة وصف واحد في مقاتلة الميليشيا الإرهابية حتى نستعيد الجمهورية والدولة. شكرا. أنا أود أن أوجه رسالة إلى الحوثي والمغرر بهم وكافة أبناء الشعب. نحن لا نعادي أحد، نحن ضد المشروع الحوثي، نحن لا نستهدف فئة بعينها ولا شريحة بعينها، نحن نستهدف المشروع الذي استبدل، الذي يود أن يستبدل صناديق الاقتراع بالحق الإلهي، والذي يستهدف الثورة اليمنية ومبادئها وقيمها، والذي يود أن يفرغ الجمهورية من محتواها، والذي يعمل على زعزعة أمن المنطقة خدمة للنظام الإيراني الخبيث ويخدم الملف الإيراني. لن نتنازل عن جمهوريتنا وثورتنا العظيمة 26 سبتمبر، الذي يحاول الباغي والمعتدي الحوثي أن يجعل أن يستبدلها ب 21 سبتمبر. ولن نتنازل عن الصندوق الانتخابي ما دمنا أحياء. أحييكم أيها الأبطال فردا فردا، ونشد على أيديكم ونقول لكم تحايا العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية نائب رئيس الجمهورية. الروح وكفة الدم لديك أيمن، روح دم لديك أيمن، روح دم لديك أيمن. وكافة زملائكم الضباط والجنود والصف في الساحل الغربي، ونؤكد على واحدية الجبهة. نحن جبهة واحدة، نحن جيش واحد، نحن مقاومة واحدة. أحيي أبناء القبائل الأبطال في مأرب وبقية القبائل اليمنية وكل من قاوم هذا المشروع الحوثي الخبيث. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أحب بالعميد الروح الصادق دويد، المستشار قائد المقاومة الوطنية والناطق الرسمي للمقاومة الوطنية، التي تأتي زيارته اليوم في إطار تنظيم وتنسيق التعاون وتوحيد الجهود في طريق إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. طبعا نحن نؤكد في قيادة وزارة الدفاع هنا في مأرب ورئاسة هيئة الأركان العامة ورئاسة هيئة العمليات بأننا نولي اهتمام كبير وبالغ لجميع الجبهات، بداية من الساحل الغربي من الخوخة وانطلاقا بجبهة تعز ثم جبهة كرش وجبهة الضالع إلى أبين إلى مرخى في شبوة إلى مأرب إلى يعني بيحان إلى أيضا جبهة الجوف ومنها إلى باقم وصعدة. كل الجبهات اليوم أصبحت جبهة واحدة، ونحن اليوم في طريقنا إلى توحيد الصف لإنهاء الانقلاب. وشكرا. حياكم الله. وأنا أكرر تلحيني باسم الأبطال قادة الصف الضباط والجنود في المفارس الأمامية من اللواء 72. نرحب بالأخ العميد الركن صادق دويد، ونرفع تحايانا الحارة صف وأفراد وضباط وقيادة اللواء 72 للعميد طارق صالح. تحياتنا له أولا، ثم للضباط والصف والأفراد والمقاتلين داخل الساحل الغربي، ونحن وإياهم في خندق واحد، وإن بعدت الأرض ولكن القلوب والوجهة واحدة، وسنلتقي بإذن الله في صنعاء بعد نصر عظيم بإذن الله عز وجل. ونحن نحمل هذا الروح لفيك يا إيمان، روح بدم لفيك يا إيمان.